مشاهدين لايف ترند، اهلا بكم. ودع المطرب السوري جورج وسوف نجله الاكبر وديع بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحيه بسبب العمليه الجراحيه اللي خضع عليها. رحيل وديع جه بعد ما شغلت حالته الصحيه مواقع التواصل الاجتماعي الساعات اللي فاتت، لكن ما عداش كام ساعه من انتشار نبأ تعرضه لوعكه صحيه إلا واتصدم الوسط الفني بنبأ رحيله بعد ما أفادت وسائل إعلامية محلية في لبنان وفاة وديع وصوف نجل سلطان الطرب جورج وصوف. وكانت حالة وديع وصوف الصحية دهورت نتيجة مضاعفات عملية أجراها من كام يوم، والتقارير قالت إنها عملية ربط معدة واللي أدت لمضاعفات اتسببت برحيله. وقالت مصادر في مستشفى لبناني بالعاصمة بيروت لموقع إن وديع وصوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب اللي أجرى ليه عملية تصغير معدة من حوالي 10 أيام. كمان كشف الإعلام اللبناني نيشان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وديع وصوف نجل الفنان جورج وصوف، وقال ان وديع احتاج لاكياس دم كتير قبل رحيله. نيشان قال كمان ان وديع ابن جورج وصوف خضع للعمليه يوم 27 ديسمبر وبعدها خرج من المستشفى ورجع بيته، لكن قبل يومين اتعرض لنزيف حاد في المعده. نيشان قال كمان ان وديع عند وقت دخوله المستشفى تم حجزه في العنايه المركزه ورفقه واهله واصحابه ووالده الفنان جورج وصوف اللي فضل معاه في المستشفى لغايه لما ودعوه. لكن جورج وصوف بمجرد ما وصلوا خبر رحيل وديع جاله حاله انهيار واغمى عليه، وكان اخر ظهور لوديع لما شارك صوره من حوالي اسبوع عايد فيها والده جورج بمناسبه عيد ميلاده على انستجرام معلقا عيد ميلاد سعيد لوالدي اخي اعز اصدقائي احبك. بالمناسبه وديع هو اول ابناء جورج وصوف من مراته الاولى اللبنانيه شاليمار شلبي، ودايما جورج كان بيحب يتنادى عليه بابو وديع، وكان بيفضل لقب ابو وديع عن لقب استاذ جورج. وديع الابن الاكبر للفنان جورج وصوف من مراته شاليمار اللي تعرف عليها في عمر 21 عام اثناء احيائه حفلا غنائيا، وتزوجها مدنيا في باريس لان اسرتها كانت بترفض زواجها من جورج وصوف، وانجب منها وديع وحاتم وجورج. ووديع من مواليد 25 اغسطس 1983 وكان بيبلغ من العمر 39 سنه. ووديع لي اثنين اشقاء هم حاتم وجورج، واخت من الاب غير شقيقه تدعى عيون. وتلقى تعليمه الاساسي في لبنان ودرس التسويق في الجامعه الامريكيه بيروت، لكنه كان بيشتغل ويقيم في العاصمه القطريه الدوحه. وسبق وارتبط وديع بعلاقه خطوبه بالفنانه اللبنانيه رولا شاميه واللي تعتبر اكبر منه بحوالي 7 سنين، لكنهم فسخوا الخطوبه وفضلوا اصدقاء. ورغم امتلاك وديع صوت مميز شبه صوت والده، لكنه فضل عدم احتراف الغنى، ورغم كده قدم اكتر من اغنيه واهدى واحده منهم لوالده المطرب الكبير جورج وصوف. وفي تصريح تلفزيوني سابق أعرب الفنان السوري جورج وصوف عن حبه الكبير لنجل وديع اللي رحل عن عالمنا، وقال جورج وصوف في اللقاء: دمعة عيني الغالي حبيب قلبي هذا الحنين تبعي بحبه لدرجة العبادة، هذا الغالي عندي هذا وديع. ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة وديع جورج وصوف غدا الأحد 8 يناير في كنيسة القديس نيكولاس، وبعد كده هينقل جثمانه لمسقط رأسه كفرون في كنيسة مار إلياس كفرون. نتمنى الصبر والسلوان لسلطان الطرب أبو وديع على فراق ابنه وديع. شكرا لكم وإلى اللقاء.